الأرض هو المكان اللي أودع فيه رب العالمين الغطاء الأخضر النباتي ليوفر الحياة والبقاء لكل إنسان يعيش في هذا المكان. اليوم نحن متواجدين معاكم في منطقة وادي الحلو، راح نغطي معاكم ضاحية الوالد عبد الله المزروعي، راح نشوف معاكم هذا المكان وكيف قدر الإنسان يزرع هذه المنطقة الجبلية من منطقة وادي الحلو. فيا مرحبا بكم وحياكم الله معنا في هذه الضاحية. مسيكم بالخير ويا مرحبا بكم، تجيبكم عاد اليوم في منطقة وادي الحلو اللي معروفة بكرم أهلها وطيبهم وحسن استقبالهم. يا مرحبا الساعة فيكم. الله يسلمك. وعاد اليوم صادفنا مهب ما شاء الله، رجال اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو محمد، اليوم عاد بنتخبرك عن هالضاحية الطيبة اللي فيها الخير والبركة. من متى أنت في الضاحية؟ والله تقريبا اليوم 45 سنة. 45 سنة؟ ما شاء الله. تغيرت الضاحية من 45 سنة للحين ولا هي نفسها؟ لا هي هي، ما تغير الزرع فيها، ما تغير ما تغير الزرع، ينمو الماي ملح. هي الماي تغير شوي، تغير الماي. هي لما قدح ترق وهر ملح. هي ولا الزرع نفسه؟ والزرع نسوي ريال من نقول البصل. هي ونسوي الجت ونسوي الدخن ما شاء الله، ونسوي الحشيش حق الأغنام. هي ونسيبلو السلام. والنخل، النخل ما شاء الله اشوف عندك، انا مسور فيه الضاحيه ما شاء الله. اي نعم. شو من النخل عندك بهنا؟ والله ما كل نخله عندك. كل من الاخلاص؟ اي الاخلاص هنا. اخلاص طبعا من السعوديه. اي لا منا. هي وعندنا النغال. نغال من شابق عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن. من شابق النغال، نخلنا اول ريال النغال والالوان وقلات الحلا. هي ومدفون ما شاء الله. وبعدين عاد بنقول يا بقول خلاص والبرحي ما ادري شوفه ما شاء الله. عقب يا الخير ما شاء الله تبارك الرحمن. زين براشد ولا تهون براشد، اليوم ما شاء الله الزراعه اصبحت مهمه في حياتنا. نعم. من ذيك السنين الين هالوقت هذا الشيء. نعم. الناس عاشوا على الزراعه، على الزراعه، على اللي يزرعونه واللي ياكلوا منه واللي يوزعونه على الناس وقرايبهم واهلهم. نعم. فخبرنا عن هالزراعه وهالخير في منطقه وادي الحلو وخاصه في الوقت السابق يعني. هي. الان الحمد لله، لكن احنا بنتكلم عن الوقت السابق. هي. في الوقت السابق طال عمرك الزراعه اللي هي الموسميه تختصر على 3-4 أنواع لقله الماء. صحيح. اللي هي مثل ما تقول نزرع الدخن مثل ما قال الاخ عبد الله، الدخن، الذره، البر، الفندال، هاي زراعة موسمية. هي. بالنسبة للزراعة الثابتة اعتمادنا على الله ثم على النخلة. ما شاء الله. النخلة قيض ولا شتاء؟ ايوه ان شاء الله موجودة وخيرها ما شاء الله. القيض ترى نعم، في القيض تناكل رطبها. هي. وفي الشتاء نخزن سحة وناكل سحة. يا سلام. نعم. ومثل ما قال عبد الله. هي. عندنا في المقدمة النغال. هي. نخلة النغال هي في المقدمة، تقيض أول القيض. هي التباشير في النغال. التباشير في النغال، نعم. هي. نغال، الانوان، القشفلقه، في يعني عده اصناف من الانواع لكن قليله تعد على عدد الاصابع. الخصاب مثلا كل مزرعه خصابه وخصابتين، يبريه يبريتين، خنيزي يعني نخله ونخلتين. لكن بعد في منتصف السبعينات وانت جاي لاول الثمانينات ما شاء الله صارت الطفره. صحيح. توفرت جميع انواع النخيل. صحيح. يعني جميع انواع الحبوب بعد، او انواع الحبوب نفس الشيء، الزراعه هذه والزراعه الثابته اللي هي الاخلاص والاخصاب والبرحي وما ادراك، اسامي وايده عجيبه وغريبه. ومثل ما قلت شيء جاي من السعوديه وشيء الدوله سوته بعد ايضا هنا.
التلقيح هذا ياخذوا قلبه ويسووا نقله. صحيح. والحمد لله. وبالنسبه للزراعه تطورت ايضا الزراعه الموسميه، ما هي اقتصرنا على هذا الدخن والبر، لا، الحين الزراعه اصبحت وايده، نزرع مثلا البقدونس والكزبره نعم والنعناع، عندك الجرجير، الرويد، يعني سلام. جميع الخضار والفواكه بجميع انواعها، يا سلام، حتى الفواكه نزرع الهمبه، نزرع يعني في مزارع فيها الزيتون، فيها صحيح. الرمان، فيها البرتقال، الليمون، يعني ما شاء الله بلادنا كل شيء ينجح فيها الحمد لله، لله. البلد كل شيء ينجح فيها. نعم. راشد، هذا دليل على ان الزراعه والمزارع مخلفه عليكم، ودليل عندنا راشد ما شاء الله عليه، وانا اعرفه معرفه شخصيه ما شاء الله مهتم في الزراعه ويعرف فيها، وما شاء الله عنده تجاره حتى خاصه في ما يخص النخل والزراعه والتمر والرطب. نعم. راشد، شو امورك مع الزراعه؟ بشرنا. نعم. يعني اليوم اختلف من جيل سابق واهتمامه في الزراعه الى جيلنا الحالي، بكون ان احنا الجيل الجديد يختلف عن الجيل السابق طبعا، ودائما لاحظنا من الجيل السابق حرصهم وسعيهم ويوصوا على الاستدامه في المحاصيل الزراعيه طبعا. اليوم نحن بنتكلم عن محصول مهم وينجح في البيئه الجبليه اللي هو زراعه الدخن. تفضلوا ويانا بنراويكم ونتعرف عن قرب كيف زراعه الدخن وشو المراحل اللي يمر فيها من بداية كونه محصول زراعي إلى المصدر غذائي للإنسان. بس الدخن راشد، قبل لا نسير وياك، الدخن ما شاء الله استخدمته أكثر من استخدام. نعم نعم، له عدة استخدامات. عطنا من استخدامات الدخن. والله الشواب عادة عندك أبو محمد، عادة أنا أبغي منك الدخن، شو كنتوا تسوون منه؟ الدخن طال عمرك نزرعه ونبدأ نشوف بدر، بعدين قلعنا البدر هذا وحولناه، وخذ لي ريال من شهرين كذا وسوى لي الحب. الحب هذا قصيناه وحطينا على الفراش وبين نوره، وين كان الحين باهظ. بدون مية بس ريال دقيناه. دقيتوا؟ دقيناه لو مية بس، ولو هاك الهواء دريناه، الكهنة شلها الهواء والحب تم. يا سلام. وحطيه داخل كيس. استعملنا الرجال نقول خبز وعصيد. تطحنونها بالرحة ابو محمد ولا؟ هي رحة ولا؟ كان اخير ما هي اول. للخبز وشو بعد؟ مقطوعة. مقطوعة؟ هي. وشيء لها بعد استخدامات ثانية؟ براشد كان تذكر شيء؟ نعم نعم. قرص الدخن، شوب دخن. يا سلام. وخبز دخن. يعني يستخدموا جميع الانواع. يا سلام. يعني ممكن يسوى شوب دخن وعليه عسل وسمن ويلا تعال كل عاد. الله الله. ولا خبز. ولا مقطوعة مثل ما ذكر هو المقطوعة وكله يعني فكل حاجات تسواها. يا سلام. وطعم عاد ما شاء الله. طعم يلا عاد ما شاء الله. يا سلام. يا سلام. شو مسوي الليلة؟ مسوي والله قرص دخن أنا، تفضل. الله الله. إيه. والذرة نفس الشيء. نفس الكلام الذرة بعد. صحيح. معاش مال أول. إيه. الأول غير. معاش مال أول. بس أبو محمد الزراعة الأولية الحين الذرة ما قمنا نشوفها وايد. الأول كانوا يزرعون الذرة. زرع هيك ذرة. بس الحين مو وايدين يزرعونها ولا شو تشوفها؟ لا حد من دون حد. ما قاموا يعتمدون عليها اعتماد كلي في الزراعة. لا حد من دون حد يزرع. الحين قام ما شاء الله انتم محافظين على الدخن، مو بكثير بعد ناس في الدخن ولا براشد؟ نعم نعم، ما كثير. القليل اللي يزرع منه شيء بسيط لانه ما خلاص حاجته راحت. صحيح. اول ماشي طحين، ماشي هاي الاشياء المستورده. صحيح. احنا عشنا في الحرب العالميه الاولى اهالينا عاشوا، والثانيه ماشي الغذاء توقف. صحيح. اذا ما بتشتغل روحك وبتزرع ما بتاكل. بعملك بتعيش. بعملك بتعيش، ما تشتغل ما تاكل. صحيح. الان الحمد لله كل شيء توفر. صحيح. يعني قمنا نتقاعس شوي عن زراعه الذره، نزرع الا القليل عشان يشوفها الاجيال هذه. الدخن كذلك، البر بعد كذلك، يعني يزرعوا شيء بسيط، شيء من المزارع لا قالوا يزرعوه، لكن القليل القليل فقط عشان ما يندثر نهائيا. باقينا ما الحين الطحين مكود من بيلس يطحن ليك بر، من بيلس يطحن ليك الدقن، بس يباخذ اليونيه من اليونيه بر بتيبها.
بتاخذ ما يحتاج الحمد لله العيش الطعيه كل شيء والله والعيش ماشي احنا طلعنا في وقتنا ماشي عيش صحيح هي ماشي عيش صح ولو بتزرع احنا ما ينجح لا ما ينجح والشورد ماشي لكن الحين الحمد لله الحمد لله يواني اللهم لك الحمد لله فضل من الله ومن الحكومه ما قصروا اللهم لك الحمد. عاد الحين بناخذ ابو محمد ابو راشد الجيل الحالي قام يهجن الزراعه قام يهجنونها نعم قام يهجن لك البرتقال مع الهمبه ولا الموز مع الكيوي ولا فتغير الوضع عندهم نحن بنسولف ان شاء الله عن هالامور ولكن نبغى ناخذ جوله ونسي نشوف الدخن بعد هنا في الصوب يا مرحبتين فيكم تفضل يلا حياك راشد ابو محمد نعم هالمكان نحب نجرب فيه زراعه الدخن الدخن نعم ولا على ما قال راشد نعم. صلح لنا المعلومه قال تحويل الدخن تحويل الدخن نعم شو تحويل الدخن ابو راشد تحويل الدخن طال عمرك اول الدخن هي. البذر هو يلبى او يلبتين بذر هي. بذر بذر هي بذر نبذره بذر هي. نغربل عليه ونسقيه ويوم يظهر ويعزم هالكبر هي. قمنا عاد ناخذ منه الحبه هاي نقول بنت بالوحده هي. يعني البذره ونحولها مكان ثاني. يا سلام. الآن هذا اسمه تحويل. تحويل اسمه. البذر قبل هي زراعة عق الزرع وهذا البذار قبل. هي. لكن هذا تحويل. نقلع من اليلبة ونحول في الضاحية. يعني ها شوف تحويلها حول منه إلى. صحيح. إي. نقل نقل. نقل البذرة. نعم. عاد أبو محمد نعم. بتعلمنا كيف الحين نزرع ولا نحول الدخن. بسم الله. أنا بشارك. يلا بسم الله. يلا بسم الله. أنا وياك. يلا. عاد راشد أنا أبغى ناخذ لنا كم من حفرة هني. إي. يلا بسم الله. يلا تقدموا وشلوا اليوم طبعا يا جماعه لاول مره بنجرب عن نفسي زراعه الدخن طبعا يا جماعه الخير زراعه الدخن تميزت في منطقه وادي الحلو يعني يوم بتسال عن الدخن تعال في هذا المكان وفي هذه المنطقه بالتحديد يلا ابو محمد يلا بسم الله براشد بتشاركنا نعم بشارككم يلا. بزرع بعد يلا. انا بسم الله زين شو الطريقه الصحيحه نبغي خطوه 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 براشد ابو محمد الطريقه الصحيحه بعد ما نقلناه من اليلبه الان بنحوله هنا نقبض العود كذا هذه والحفره ما تكون عميقه وايد لا لا ما عميقه وايد ما عميقه ودفن عليه دفن عليه بس بس الحين قفانا وسقينا عقب ما تحطونها بهالطريقه تسقون ايوه حولناه حولنا يلبه يلبتين 10 20 يلبه اليوم سقيناها ما شاء الله زين المسافه بينهم لازم تكون في مسافه محسوبه في مسافة بينهم هي محسوبه هي ما يكون مضفوك عشان هو بيكبر هذه القشعه الان عود واحد هي. لكن بعد فتره بتلقاها ماخذها ويذوح تحت تمتد اي يخلص يسوي خلصه يعني يسوي هالكبر ما شاء الله ايه هذا العود الاولي بيثمر قبل هي. وبعد كذا بيثمر العود الثاني وبعد كذا بيثمر ثلاث قصات نقصه ما شاء الله هي. ثلاث قصات ثلاث قصات نعم نقص الثمره هاي هذا هذا اكبر هي بنقصه قبل لانه ذهب هي وهذاك اللي عقبه شويه تاخر بنقصه اللي طالع اخر شيء بعد بيطلع لو انه ثمرته صغيره هي. لكن بعد نقصه وندق ما شاء الله اقصر ارتفاع يوصل لبرج هي بس هطول اي ياخذ متر تقريبا او اقل متر متر او اقل ممتاز نعم ابو محمد تذكر اخر مره او اول مره زرعت فيها الدخن والله ريال من دير مرت الضاحيه قمت احول دخن هي من اول ما اخذت الضاحيه؟ هي هي من اول نزلت هنا في الضاحيه وعدلت الضاحيه قمت جاي عاد ودخن وذره وما ادري وشو ما شاء الله نعم. ولكن الدخن اساسي في الضاحيه هي اساسي نعم. نعم يا سلام زين الحين عاد هذا اللي نحن نبغى نتنشدكم عنه ابو راشد ابو محمد بوجود راشد بعد جزاه الله خير يوم نقولهم الزراعه في منطقه وادي الحلو يقول لك يبال وحصى وارض قاسيه يعني كيف يزرعون فيها؟ كيف قدروا يزرعونها؟ شو تقول لنا ابو راشد؟ لا الحمد لله ما كلها طبعا احنا ما نزرع على اليبال. هي. الحمد لله
بفضل الله وفضل حكومتنا ذللوا لنا الصعاب. اللهم لك الحمد. احنا الحمد لله مثلا خضنا مثل هاي القطعه. القطعه هذه. ايه. طبعا اول في حصى. صحيح. شلينا منها الحصى. تنظف. ايوه نظفنا الحصى، واذا في حصى كبار بعد خشفناه بالعتله بالكزمه وطلعنا الحصى الكبار، نخلنا الارض، واذا شفنا التربه بعد قليله سرنا ايضا الوادي. ايه. ويبنى تربه من الوادي. تجيبون تربه لل نعم نعم. السلام. نجيب تربه من الوادي. وين في قنعه؟ هي. الوادي مسوي مثل ما تقول غبه كذا، يبقى له هذا. السلام. القنع، ونسير ونيب القنع ونحطيه ايضا في الضاحيه ونفرشها كلها، وبعد كذا بدينا نزرع. السلام. عاد يقول لك احسن تربه للزراعه هي تربه الوادي. تربه الوادي، ايوه نسوق من الوادي، نعم، اول يوم قبل السيائير نسوق وانت بكرامه على الدواب. صحيح. لكن الان في نسافات وفي كذا، نترس النساف ويجيبوا يكبوه في الضاحيه. المعدات الزراعيه. نعم. بعد الزراعيه متوفره. نعم. توفرت الحين ما شاء الله. الحين الحمد لله كل شيء متوفر. الحين مقبلين الحين على شتى ابو محمد. نعم. وان شاء الله بعد الامطار الوديان بتيري هنا ان شاء الله باذن الله. فالوديان ما تيرف الا المزارع عندكم ولا بعيده عنها؟ وديان مجال اشوفك على المطر هذا، وبني ركب مطر اختفت على الودي على المزارع. هي. ولو مطر خفيف ياخذها في الوادي. في الوادي. هي. بس الوادي لو هنا اياه والمزار ما يجرف المزارع عندكم؟ لا ما يزاد المطر، اللي زاد المطر على الزياده. ايه. تاخذها على المزارع. السلام. تستفيدون من المطر، المطر عاد يقول لك اول واحد يستانس بالمطر هو المزارع. نعم. لانه قال لك خلاص الخير يا من رب العالمين والارض. استوت الارض. نعم صح. لين اسبوعين ثلاثه ما بعاود ما اشتكيت مرقوق. صحيح. وايضا الوادي ما ننسى اذا دخل المزرعه وهو ما يعرفه، يعني دخلها كذا يجيب لها القنع، يجيب السماد، يجيب كذا الخيرات، يعني يجيب، لكن ما يعرفه يعني حدره قويه ويشلها. لا نحن نبغى نكمل سوالفنا ابو راشد ابو محمد. وين بتاخذونا الحين؟ خلاص تفضلوا على الجلسه. تفضلوا. شيء برزه هنا يا اخي؟ شيء برزه. نعم. يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت لك بنسير الجلسه. ايه. وهذا احنا وصلنا الان الجلسه. ما شاء الله. وهذا مسوين مقطوع الدخن. وهذاك طبعا بعد القيمات احنا نسميهن. ايه. وما ادري ايش تسموهن انتم، احنا نسميهن القيمات. ايه. وهي دونات. وطبعا الفواكه هذيك معروفه. الدونات الاول ماشي براك. لا 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 ماشي الدونات. القيمات بعد نادر. ايه. ماشي اول هذا الشيء. يا سلام. والخبز. ايه. المقطوع اللي يسمونه المقطوع. المقطوع او الخبز. والتمر. 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 جايبين تمر انتم ولا ما جبتوا تمر؟ لا موجود العمال. موجود. عاد ابو محمد يقول لك حتى البرزات تغيرت عن اول. لا. هي. الاول شي كانت البرزه بهالطريقه؟ والفواله كانت هذه؟ لا. صحيح ابو. لا لا. ها. كل شيء تغير طال عمرك. كل شيء تغير ها؟ كل شيء تغير. ما شاء الله تبارك الرحمن. كل شيء تغير. عاد راشد ما شاء الله انت جزاك الله خير مزهب لنا البرزه. واجب واجب طال عمرك. ما ادري انت لحقت شوي على البرزات الاوليه اللي كان يلسوا فيها ابوتنا. والله نسمع عنها. اللي اذا كانت في الضاحيه ولا عند باب البيت في الفرقه. هذه اللي لحقنا عليها في التسعينات. نعم. صحيح. وانا كان عمري يمكن ما يزيد عن 10 سنوات. ما شاء الله. نعم. ما بنكبرك وايد الحين عاد لا 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 ما شيء. ايه. نعم. زين. هذه البرزه عاد ابو محمد يقول لك ما تتثمن باي مال. يوم تتجمع مع احبتك وناسك وربعك وهلك يقول لك هذه عن مليون يلسه ويا معك. اي صحيح. والاولين كانوا يقيضون في مزارعهم. صحيح صحيح يقيضونهم. اي تذكر ذيك الايام ابو محمد؟ اي نعم يقيضوا يقيضوا. اي يقيضوا في المزارع. صحيح. زين شو تذكر من ذيك الايام ابو محمد؟ والله يقيضوا رجال في المزارع. اي وهم حلالهم. اي ولو بيحتاج الى كل بيحه قسم يكون من الحلال. من الحلال عندهم. اي. ولكن الرجال من المزرعه. اي. ما يصيرون برا. لا، من كل شيء يكون. من تمر.
ومن خبز ما شاء الله ومن هي لحاية ما شاء الله الموجود ذاك الوقت الا هذا ما هي هي الموز والتفاح لا ما هي ما شيء لا ما هي ما هي هلا الحين يا ريال تفاح وموز ما شيء لو هذا ما هي هذه معلومه توني اعرفها انا موز البلاد هي عندنا نغال هي لكن من الحول للحول ممكن تسوي لها قرنين بس العذق هالكبر في قرنين نغال بس هذاك الكبار اظن تعرفون نسميه نغال اما شيء موز غير ماشي بس ماشي تفاح ماشي الاول لا لا تفاح برتقال ولا برتقال ولا شيء الرمان شيء الرمان الاول قاعد قليل ماشي شيء قليل ما شيء اخوي عمر الجميل انه في الزمن السابق اللي عاشوا اللي عاش او عاشوه شوابنا الجميل انه كل يوم او كل ليله يتجمعون عند واحد يا سلام نعم اليوم مثال عندي باكر عند ابو راشد باكر عندك وهذا على كل يوم حد يجمعهم في برزه كل يوم نعم يجمعون عند حد ولا اذا بتجمعون في برزه كل واحد ياب صحنا وياه هذه اللي احنا نبي نقولها انت ذكرت سابقا في اثناء حديثك هذه البرزه ما تنشرب ملايين وفعلا انا اتمم هذا الكلام اضيف على كلامك فعلا وقت العصر انا اتذكر وقت العصر الصباح يتزاقروا الايران كلهم الله بيت ولا عشرة بيوت يا سلام وكل واحد ياب اللي عنده اللي عنده تمر عنده خبز عنده قرص عنده ياب وبلاليط ساقوا اللي عنده كامي كامي تمر تايابوا وتقهوي وقهوه الصبح هي. وتفارق وكل انسان في شغل وين عاد الشغل كل واحد مزرعته هي. ماشي اعمال طبعا بيصير الدوام ما دوام صار العصر نفس الشيء من يصلوا العصر قبل لا يصيروا المزارع هذا ايام الشتاء يتجمعوا نفس الجمعه ويابوا كل حد ياب قهوته يا سلام الوقت محدد وتقهويوا وكل حد صار مزرعته الله وهي هاي الشغله كل يوم وكانت قلوب نظيفه ناس طيبه على قد حالها مثل ما تقول شو اوصفهم يعني ناس طيبين صحيح لكن الان بالدوام ويبي يصير يودي عياله ويبي يصير المستشفى ويبي يصير ودانا منه انشغلت الناس ولا بتليفونه وتليفونه بعد الجدول اختل الجدول اختل الحمد لله يعني الدنيا يعني الناس متآلفة ومتقاربة ومتآزرة صحيح يعني لو صار عندي حاجة أنا نص الليل الإيران كلهم بيوني يا سلام لكن الآن أنا في فلة والجماعة كل حد في فلة لو صار عندي شيء ما حد يندلني لين الصباح بموت في بيتي ما حد يندلني إلا إذا في وسيلة اتصال نعم يعني نعم الحمد لله ولا الأول غير هي غير في كل شيء مفتوحة صح الدنيا مفتوحة وطلقة صح هي وذكرت أنت وطريت أبو راشد القهوة القهوة نعم أنا قالوا لي القهوة الأولية كان يسوونها من طعامة التمر أو الرطب ما أدري هالمعلومة والله هم سووها هي. ناس سووها من الطعام هي. يوم تعدمت القهوة هي لا شيء قهوة ما يرسين إحنا ندق طعام صحيح. لأنه وايد شغلة قوي يبقى أول قلاي وخلافي بدقاق وخلافي الله يلا وكم سوى الطعام قوية من النخل صحيح. سووا من طعام النخل وسووا أيضا من طعام السدر طعام السدر النبق هي النبق في طعامه بعد ما شاء الله قاموا يدقوه بعد يقلوه ويدقوه يا سلام يوم تتعدم القهوه اما في اثناء وجود القهوه هي ترى خلاص موجوده القهوه الاول قليله وكانت هي اظن من سيلان وكانت هي من الهند قليله جيتها قليله صح اقول لك تنشب حروب في الدول ذيك واحنا ما نعرف عنها اول يقولوا صحيح ما تينا المواد تنقطع ما تينا صحيح تصير تدور عند التاير ما عنده شيء نظام ضام حاجه بسيطه تيار في كلبه والفيره في البواطن ينوب الحين ما شاء الله تواصل منفتح وسهل الحمد لله كلها طيبه عاد ابو محمد جربت قهوه طعامه الرطب ولا نعم جربتها اي كيف طعمها عاد الحين نبغى ناخذ منك يمكن نجربها والله زينه اللي عزمنا عليها راشد في يوم لا ان شاء الله زينه تنصحنا فيها يعني زين رجال أبوي بتأخذ لك مرطبة وبعدين بجيب لك فنجان تمام الله الله هي بس يقولون مرة فتك السوء مرة عن الهوى العادية اللي هي العربية هي فتك السوء السلام هي تضرب في الرأس هي في الرأس هاي طبيعة الإنسان الإماراتي تعود على الخلا واستفاد من كل شيء فيها حتى الشوك ما نعقه شوك صادق ما يعقه شوكها صادق كهرباء الليفة الساق الخوصة ما يعق منها شيء النخلة هاي صدق ما أنا شف إثمرتها كل شيء زين الحين بنختبر راشد الحين راشد ما شاء الله عليك أنت مهتم في الزراعة وفي النخلة بشكل خاص نعم نبغي منك تعطينا أجزاء النخلة عطنا تفاصيل النخلة شوف اليد الخوص الكرب هي زيدني بعد أبراج لا 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 تغششه زين عندك الكرب والخوص
واليذع. وعندك بعد من الداخل الحيب. الحيب نعم. وبعد هذا يسوون من الحبال شو؟ الليف. الليف الليف نعم. نعم. يا سلام عليك. ويقول لك حتى الكرب اذا ما كانوا بيستفيدون منه كانوا يخلونه للضوء للطباخ. نعم. الطباخ هاي السوالف لازم نكملها، ونحن الحين ان شاء الله بنتقهوي، ولكن بنقول للمشاهدين ان شاء الله نلقاكم على خير في ضاحيه جديده من ضواحي المنطقه الشرقيه، ومثل ما تشوفون ضواحينا عامره بالخير والبركه باهلها وناسها واللي يهتمون بها ويعرفوا قيمتها الحقيقيه. ان شاء الله يجدد لقائنا الاسبوع القادم، ويا مرحبا.